الناس من 2011 وما داروا معنا والو. كل مره تيقول لك حنا غنديروا معاكم غنديروا معاكم شحال ما كاين حتى شي حاجه. احاسنا دابا حنايا كنتكرفصوا هنايا راه من 2011 وحنا كنوقفوا هذه الوقفه. راه حشومه وعيب هادشي يكون هاد في المغرب. راه حشومه هادشي. راه حنا كل سيمانه حنا كتشوط فينا الشمس وكنتكرفصوا. العار الا ما ديروا معنا شي حل فيكم على هذا المشكل هذا. عاش الملك الله ينصر سيدنا وكنتمنوا من سيدنا يشوف فينا ويديروا معنا شي حل هاد الناس. يعطونا في بلاصتنا يعطونا ارضنا يديروا لنا شي حاجه. حنا النهار اللي جابوا التراكسور يجيبوا لنا راه حنا ما طلبناش من عندهم ما طلبناش شي حاجه اللي يعطانا من عندهم. جابوا الطاكسات وكيجيبوا لنا حنا. علاش كيجيبوا لنا حنا هذاك الشيء ديالنا؟ تعذبنا عليه وتمحلنا عليه وكنهزوا السيما وكنهزوا على كتافنا وهما تكرفصوا علينا وريبوا لنا ودابا كيضحكوا علينا. كيجيبوا لنا القوه كيجيبوا لنا المخزن. المخزن الاثنين اللي فات انا مضروبه بصبعي. كنا ما كيتكرفصوا علينا كيدفعوا فينا بحال الكلاب. على حنا مواطنين شكون حنا؟ حنا ولاد الشعب. حنا ولاد الشعب حنا مواطنين. علاش يتكرفصوا علينا هادشي كامل؟ علاش يديروا لنا هاد الحاله؟ واش حنا ما طلبنا حتى شي حاجه؟ راه حنا ديما ساكتين وصامدين ولكن كنهضروا على رزقنا على حقنا. الله يجازيكم بخير وعاش الملك محمد السادس. الله يجازيك بخير. شوف من حالنا ديروا لينا شي حل. عطونا ارضنا عطونا بلاصتنا نبنوا فيها. حنا ما تعطونا لا فيلات ولا والو. راه كلشي غيبقى هنا. بغينا الارض ديالنا اللي تكرفصوا علينا وريبوها علينا. علاش كيجيبونا السلطه كيجيبو لنا هنايا عباد الله علاه كيتكرفصوا علينا؟ كيجيبونا البوليسيات كيجيبونا المخزن السلمي جايبين لهم واحد 400 ولا 500 ديال السلمي مالنا حنايا كنحاربوا. حنا اليوم العام الثالث عشر وحنا كنوقفوا هنا حدا العماله. ولا حياه لمن تنادي ولا من يستمع الينا لان هادشي عيب وعار. لان سيدنا الله ينصرو التعيين ديال السلطات وديال المسؤولين قال لهم الا ما كنتوش انكم غادي تخدموا المواطن حتى السوار سيروا بحالكم. وهذا كنوجهوا انا للسيد الكاتب العام الجديد اللي جا. السيد الكاتب العام يتحمل المسؤوليه ديالو لانه ما قالنا حتى السلام عليكم. ما جلس معنا حتى كلمه زوينه ما قالها. من نهار جا هو كيخرج لنا القوه كيبقى يقمعونا. راه هادشي حنا كنرفضوه باتا وحنا كنشدو صاحب جلاله لان حنا فقدنا الثقه في الحكومه، فقدنا الثقه في المسؤولين، فقدنا الثقه في الوالي. هذا الوالي هذا فقدنا فيه الثقه. والكاتب العام الجديد حتى هو علاش ما يجلس معنا؟ مده هو هنا ما قطعش نهار يقول لك اجي السلام عليكم. حشومه كاع. راه هادشي عيب وعار. راه الناس كيطلبوا غير حقهم ما كيطلبوش شي حاجه من غير بغاو الحق ديالهم يمشيو بحالهم. عندهم حق كيتسالوه. كاين قرار ولائي رقم 98 خصو يتفعل. هذاك هو اللي بغينا نتفعل. اما ما يضحكوش علينا وبقى يخرجوا لنا القوه وبقى يسرحوا عباد الله. راه اليوم اللي ما دارواش راه الثلاث اللي فات خرجوا القوه مع الصباح كيسرحوا فينا. علاش؟ واش حنا بهايم؟ حنا راه بشر بشر مواطنين وحنا مغاربه احسن منهم احسن من الوالي احسن من الكاتب العام. لان فينا المواطن احسن منهم. كنبغيو الملك ديالنا وكنبغيو الشعب ديالنا والوطن ديالنا. لذلك بغينا حقنا في هذا الوطن ديالنا الا هو السكن. حق مشروع. عندنا قرار ولايه يتفعل يعطيونا الاراضي ديالنا ونسكنوا حنا وليداتنا لا غير. هادشي اللي كنطلبوا به باش يضحكوا علينا حنا بقى جبنا المخزن يسرحنا. السلام عليكم. انا معكم اندريس من ضحايا الهدم عضو في الجمعيات حمايه المستهلك. حنا من ضحايا الهدم اللي كيعانيو من 2011 وباقيين في الشارع من 2011 الى 2023. السيد الوالي كنوزلو الرساله من هنا ان حنا راه مستعدين نوقفوا 20 عام اخرى. حقنا راه ما يمكنش نسمحوا فيه. باش حنا حقنا نخليوه يدي هكاك راه حنا ما كنسمحوش فيه. راه حنا مستعدين نبقاو هنا 20 سنه اخرى. حنا كنوزلو الرساله ديالنا لصاحب الجلاله الملك حفظه الله اللي هو حاكم البلاد يشوفونا من هذا المنبر ديالكم يشوفوا من هاد الناس المسؤولين يريحوا معنا اطابل باش نصلحوا الحلول. اما باش ديروا لنا العصا في الرويده حنا راه ما غاديش نقبلوا هذا الشيء. حنا راه مستعدين نوقفوا 20 سنه اخرى باش يكونوا على عين بكم. وحقنا راه ما يمكنش نسمحوا فيه. باش خليونا في الشارع هكا حنا راه ما يمكنش نمشيو نوصلوا واحد الحل وترجعوا لنا اللور. حنا راه ما نسمحوش فيه. حنا راه عندنا الله الوطن الملك. وكنشكركم في هذا المنبر ديالكم والله يجازيكم بخير حتى انتم في هذ الاعلاميين والصحفيين. كنشكركم في هذا المنبر وعاود نشكركم والتحيه لكم جميعا وشكرا.